على عكس كل التوقعات ورغم ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، خد المفاجأة دي، التعويم مش دلوقتي، وده كلام واحد من أكبر البنوك في أمريكا. والسؤال، ليه البنك المركزي هيتأخر في خطوة تعويم الجنيه رغم الفرق الكبير بين سعر الدولارات في البنك وسعره في السوق السوداء؟ وهل ده في مصلحتنا ومصلحة الأسعار؟ أنا أيل وليلي، كمل معي الفيديو الآخر عشان تعرف كل التفاصيل. الدولار لما نزل في السوق السوداء وكمان الأخبار اللي طلع عن مشروع رأس الحكمة باستثمارات ضخمة بتوصل ل 22 مليار دولار، وفي نفس الوقت أعلن الرئيس عن حزمة اجتماعية جديدة لزيادة المرتبات والمعاشات، كل ده خلى الناس تقول بس الحكومة والبنك المركزي بيحضروا السوق لتعويم جديد، وكمان خصوصا ان ده طلب الصندوق واللي طال انتظاره، ووكالات عالمية كبيرة توقعت ان ده هيحصل خلال اول 3 شهور من سنة 2024. بس الجديد بقى ان بنك جولدمان ساكس الامريكي طلع ويقول ان التعويم في الوقت ده مش مناسب لمصر ومش هيحقق اللي الحكومة عاوزاه، بالعكس ده ممكن يورطنا اكتر. بس نفتكر ليه؟ حسب تصريحات فاروق سوسة محلل البنك لموقع العربية، الحكومة دلوقتي عاوزة تحقق من التعويم 3 حاجات بالظبط. الأولى هي القضاء على السوق الموازي، توحيد سعر الصرف في البلد بحيث أن سعر الدولار جوه البنك يبقى هو سعر في السوق، وده بدل الدوامة اللي احنا بنلف فيها. تاني حاجة هي أننا نخفض الجنيه بأقل قيمة ممكنة، وتالت حاجة إنها تضمن استقرار الجنيه على المدى المتوسط، يعني مش نخفض النهاردة وبعد شهرين ولا 3 نلاقي نفسنا محتاجين نخفض تاني علشان نلاحق السوق السوداء. علشان التعويم ده يبقى ناجح ونحقق التلات أهداف، لازم نضمن إن البنوك هتقدر تغطي الطلب على الدولار، يعني أعوم بس في نفس الوقت لازم لما التاجر يروح البنك يطلب دولار يلاقيه، إنما لو عومت والدولار مش متوفر فالتاجر هيروح برضه للسوق السوداء ونفضل نلف حوالين بعض. وهو ده تحديدا السبب اللي مخلي فاروق سوسة شايف ان لسه قدامنا شوية على تخفيض او تعويم الجنيه. وحسب كلامه لسه البنوك في مصر ما عندهاش السيولة الكافية من العملات الأجنبية واللي تقدر تغطي بيها الطلبات على الدولار، وخصوصا ان كمية الدولارات اللي بتدخل للبنوك قليلة جدا. وده بياخدنا للمعلومات الأخيرة اللي نشرتها قناة العربية لما قالت ان البنك المركزي المصري طلب من كل البنوك حصر كامل لكل طلبات الدولار المتأخرة عندها، واحنا هنا بنتكلم تحديدا عن طلبات التجار الخاصة باستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية. هنا البنك المركزي عاوز يعرف السوق محتاج دولار قد ايه بالظبط علشان لو هياخد تمويل يقدر يغطي الطلبات دي، تبقى الامور واضحة قدامه. ولغاية دلوقتي قيمة البضائع المتراكمة في المواني حوالي 7 مليار دولار، والتوقعات بتقول ان الطلبات المتأخرة عند البنوك هتبقى قيمتها اكبر من كده بكتير. في الاول وفي الاخر وحسب فاروق سوسة، مع تنفيذ التعويم مرتبط بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ولغاية دلوقتي تقدر تقول ان الاخبار اللي طالعة من الصندوق بخصوص مصر ايجابية، وخصوصا من ناحية الموافقة على زيادة القرض لحوالي 10 مليار دولار، وحسب وكالة بلومبرج هو الكلام ده. دلوقتي بقى شاركوني برأيكم وقولوا لي هل البلد هتقدر توفر السيولة الكاملة والكافية دي في أسرع وقت، وكده التعويم يبقى أقرب ولا محتاجين وقت؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.